مولود برج الحصان مع مولودة برج الفار، هذه العلاقة بها نوع من التوترات، لكن أقدر أقول ليست سيئة جدا، هي علاقة متوسطة. يجتمعون بالجانب المادي والتجاري، يجتمعون بالحرص، الحصان يحب المرأة الحريصة، يجتمعون الحصان يحتاج للمرأة الحساسة والعاطفية اللي تغدق بالعاطفة. لكن تبقى نقطة مهمة، أنه أنانية الحصان قد ما تتقبلها المرأة الفارة، فأقدر أقول هذه العلاقة علاقة متوسطة إلى فوق المتوسطة بقليل.